حضور أجنبي كبير، الهدف منه أننا نعطيهم صورة على المناخ الاستثماري في الجزائر الجديد، الهدف منه أننا نسوق للمستثمر الأجنبي وللعالم أيضا بأن الجزائر سارية في الطريق الصحيح وأنها تعمل إلى على توفير أحسن الظروف من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني. نفس الشيء بالنسبة للمستثمر الجزائري، اليوم ملتقى تحت رعاية سامية السيد رئيس الجمهورية، اهتمام أهل أعلى سلطة في البلاد بنشاطاتنا وبدعم المحامي وزارة العدل شريك، لأنه لما نتكلم على نزاع ونتكلم على محامي نتكلم على محكمة، القضاة حاضرين من أجل إعطاء رأيهم، من أجل إعطاء تصوراتهم، ومن أجل النقاش أيضا. المستثمرين رجال الأعمال أيضا حاضرين، والمحامين اللي هما راحين يرافقوا هذا المستثمر واللي هما يعني رجال الميدان ايضا حاضرين. بحضور الجميع اكيد المخارج راح تكون كبيره، اكيد انه الصوره اللي حبينا نسوقها راح ان شاء الله تتسوق، وانه الناس راح تعرف من خلال الحضور ومن خلالكم انتم يعني بالمجهودات اللي قمتوا بها بارك الله فيكم اليوم في خلال تغطيه هذا الملتقى. وفي النهايه هدفنا واحد ومشترك، هو الجزائر وبناء الجزائر. وشكرا. هذا البرنامج برعايه شركه بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.